وقد بين الله جل وعلا أن هذه السنة واجبة الاتباع، وأنه لا يجوز لأحد استبانت له سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يتركها، سواء لرأي رآه أو لمعقول ظنه أو لقول أحد كائنا من كان من الخلق. وذلك لأن الله جل وعلا قد أوجب طاعة نبيه وجعل ذلك سبيلا من سبل استجلاب رضا الله ومحبته، كما قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وكما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالرد إلى الله هو الرد إلى الكتاب، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يراد به الرد إلى السنة النبوية. وقد قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن الرد إليه صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته التي يجب تحكيمها والعمل بها، وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.